معنا من استديوهاتنا في الخبير المالية من جدة السيد حسين الرقيب، وهو الخبير والمحلل المالي. مرحبا بك سيد حسين. أهلا وسهلا. أهلا بك. دعنا نعرج فقط بشكل مختصر على وضع السوق بعد أيضا تداولات الأمس، وخصوصا مع التزامن بهذا التراجع المتواصل لأسعار النفط وهذه الأخبار حول إصدار سندات سيادية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حقيقة لازم نعرج على المؤثرات السلبية التي تزامنت مع السوق من فترة حوالي تقريبا شهر ونص أو شهرين. طبعا هنالك 6 عوامل أثرت في السوق، منها 3 عوامل مباشرة و3 عوامل غير مباشرة. العوامل المباشرة منها هبوط أسعار النفط بعد قرار رفع الحظر أو التزام رفع الحظر عن إيران، وهذا أثر في البترول فنزل من النفط من 66 دولار إلى أقل من 49 دولار. أما المؤثر الآخر وهو ربحية الشركات، لاحظنا أن ربحية الشركات في النصف الأول من عام 2015 تراجعت بنسبة 14%. نعم. المؤثر الثالث هو ضعف السيولة. حتى اليوم بارتفاع السوق ب 135 نقطة لا زالت السيولة تحت 4 مليار، وهذا مما يعني أن السوق لم يتعافى حتى الآن بالرغم من الارتفاع اللي حصل اليوم. ربما يكون الارتفاع هذا مؤقت وقد يتراجع السوق إلى أقل من ذلك. نعم. يعني هذا في هذا تعليق على كلامك يا سيد حسين فيما يبدو إذا بالنسبة لي، يعني كما قلت أنه في هناك تراجع بالنسبة لربحية الشركات بين نصف إلى نصف. نعم، ربحية الشركات طبعا النصف الأول مع النصف 2015 مع النصف الأول 2014 هنالك تراجع حوالي 8 مليار ريال تقريبا 14% حسب ما نشوفه في المؤشر الآن، فهذا أثر كثير. لو نشوف الشارت الآخر اللي هو توزيع، نشوف الشارت الآخر. نعم، بالنسبة للتوزيع حول النسب النمو طبعا. نعم. خصوصا نعم. بالنسبة للقطاعات الرئيسية، البتروكيماويات إذا كما هو واضح تتحمل جزء كبير من هذا التراجع. نعم، البتروكيماويات هي اللي تسببت في التراجع، على الرغم من الربع الثاني كان فيه نمو أفضل من الربع الأول، ولاحظنا في شركة سابك أنها حققت تقريبا 6 مليار ريال أرباح. لكن معظم القطاعات، انا طبعا اخترنا بعض القطاعات مو كل القطاعات، معظم القطاعات صار فيها تراجع باستثناء المصارف. المصارف هي اللي لا زالت محافظه على ما هي الاسباب التي تدعو فعلا المصارف لان تحتفظ بهذا الجزء من الارتفاعات وتحتفظ ايضا بموقف جيد من حيث النمو؟ طبعا النمو المصارف آتي من النشاط التمويل طوال 2013 و2014، لكن نلاحظ انه النصف الاول من 2015 هنالك تراجع في نسب النمو في محافظ التمويل. لو شفنا الشارت الان اللي موجود على المرسل لكم، نعم نشوف الشارت سيعرضونه. نعم، سيتم عرضه سيد حسين. نعم. نلاحظ انه محافظة التمويل، اجمالي محافظة التمويل حققت عام 2014 نمو في النصف الاول 93 مليار، اضافت الى المحافظ 93 مليار، بينما 2014 حققت 63 مليار فقط بنسبة نزول تقريبا 30 مليار. طبعا هذا ناتج من ضعف النمو في محافظ الشركات ومحافظ الافراد. شوف محافظ الشركات الان لو سمحت. يعني انت تقصد ان بالنسبه يعني الشركات هي لم تبادر لان تقوم بمشاريع لكي تحصل على تمويل من قبل المصارف بنفس النسب السابقه. نعم بالتاكيد له تاثير، انه الشركات الان ما اقترضت خلال صار في عزوف الاقتراض، ربما انه بالمشاريع ما كانت بالشكل المطلوب فأخف الطلب على تمويل الشركات. فنلاحظ انه
حققت العام الماضي 60 مليار في النصف الأول، بينما النصف الثاني 42 مليار، تقريبا 18 مليار هبوط. طيب هل هذا ايضا قادم، يعني لانه كمان هناك توجه حكومي عاده ما يدعم مثل هذا التوجه بالنسبه للشركات لان تفتتح مشاريع جديده او تتوسع، وايضا يكون لها اطمئنان ان تلجا الى عمليه الاقتراض. هل برايك انه العامل الحكومي كان له تاثير على نشاط الشركات؟ نعم بالتاكيد كان له تاثير قوي على نشاط الشركات، وما ظهر نتائج الانفاق الحكومي على مشاريع الشركات، هذا أثر كثير. نأتي للتمويل الأفراد، نجد أن تمويل الأفراد أيضا هبط. العام الماضي في النصف الأول حقق 33 مليار، بينما الربع الأول حقق 14 مليار فقط. هذا طبعا يفسره الوظائف الحكومية كانت في 2013 نسبة النمو في الوظائف الحكومية 6.5، بينما في 2014 اللي هو تأثر على 2015 تقريبا 3%، يعني نقص في الوظائف بأكثر من النصف. نعم. فهذا أثر على تمويل الشركات وتمويل الأفراد. نعم. أشكرك سيد حسين الرقيب الخبير والمحلل المالي على كل هذه المعلومات.